محافظة الأقصر بتستضيف فعاليات أسبوع أهل مصر، واللي بيدشن بمشاركة حوالي 200 طفل من المحافظات الحدودية. الفعاليات دي مش بس مجرد تجمع للأطفال، ولكنها أيضا بتستهدف تحقيق أهداف كتيرة، منها تشكيل الوعي الثقافي، دعم الموهوبين، وأيضا تحقيق العدالة الثقافية. خلينا نعرف تفاصيل عن هذه الفعالية وأهميتها. معنا على الهاتف الدكتورة حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لملتقى أهل مصر. صباح الخير عليك يا دكتوره، واهلا بحضرتك معانا. صباح الخير. نتعرف من حضرتك على اهم الفعاليات والانشطه اللي بيشملها مشروع اهل مصر. هو احنا الاسبوع ده هو الاسبوع رقم 34 من مشروع اهل مصر للاطفال. المشروع ده احنا بداناه في 2018. بالنسبه لينا احنا في الاقصر بقى موجود معانا 200 طفل من المناطق الحدوديه، بنشتغل معاهم حاجات كتيره. اولا احنا الفكره في اساسها هي فكره العداله الثقافيه واكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنميتهم وخلق نسيج بين ولادنا كل جمهوريه مصر العربيه، ان هم كلنا اهل مصر. يعني كلنا لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات، كلنا اهل مصر، فلازم نكون فاهمين ده كويس قوي. ده المفهوم الاساسي اللي احنا بنشتغل عليه مع الاولاد، ان احنا كلنا اهل مصر. لذلك بيبقى معاهم اطفال من المحافظه المستضيفه، بيبقى معاهم اطفال من القاهره من العاصمه. فكره ان هو يحصل النسيج ده مش بسهوله، بيحصل في اول ايام، بيبقى لازم يكون مع بعض في حياه، بننزل زيارات مع بعض، بنشتغل ورش مع بعض، بنلعب مع بعض العاب شعبيه، بنعمل حكي وبنعمل ورش دعم نفسي مع بعض. بناكل مع بعض وبنشرب مع بعض وبننزل مع بعض وفي اقامه، فكرة معايشه، بنعيش مع بعض وبنكتشف بعض، وفي نفس الوقت بنخلق جو من الطاقه الايجابيه اللي تخلينا كلنا بنحب بعض، فبالتالي بنبقى كلنا فعليا اهل مصر. اللي في سينا بيبقى عارف اخوه اللي في الوادي، بيبقى عارف اخوه اللي في سيوة، بيبقى عارف اخوه اللي في شلاتين او في محطات حجربه، بيبقى عارف اخوه اللي في النوبة واسوان، فكلنا بنبقى عارفين بعض، فبيبقى في نسيج بيننا وبعض. ده المفهوم الاساسي اللي احنا بنشتغل عليه في كل الورش اللي احنا بنشتغل. طب احنا بنعمل ايه مع الاطفال دول؟ بنشتغل معاهم مجموعه من الورش المتنوعه وفقا لكل هوايه او موهبه عند الاطفال اللي هم بيحبوها او شغف عنده، ممكن ما يبقاش هو مش مكتشف نفسه، مش عارف هو هوايته ايه، مش قادر يوصل لشغفه. فاحنا معاه بنساعد كده. عندنا ورش للمسرح، مسرح بشري، عندنا ورش للعرايس يعني اراجوز، والورش دي الورش المهمه اللي بنعلم الاولاد يعني ايه اراجوز، ويعني ايه ده تراث مهم لازم نحافظ عليه. وفي نفس الوقت في بعض الاطفال بيبقى عندهم الشغف فبنعلمهم سر الاراجوز، يبقى هو بعد كده لاعب اراجوز في المستقبل. عظيم. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا مجموعه من الورش الحرف التراثيه والتقليديه، مش من باب ان هو كمان يبقى يشتغل فيها، لا من باب يعرف تراثه، ولو عنده شغف وحابب. يعني احنا دلوقتي بنفكر في زياده الاعمال للاطفال، فازاي يبقى عنده فكر مالي وعنده مشروع من هو طفل عشان يكبر يبقى عنده الفكر ده متاسس عليه. فاحنا من ضمن الحاجات دي احنا بنشتغل معاهم على الحرف التراثيه التقليديه البسيطه، ازاي يقدر يطلع منتج متقن حلو وقت فراغه من الحرف دي، وفي نفس الوقت لو هو عايز يقتنيها لنفسه يقتنيها، عايز هدايا يديها، عايز يعملها مشروع استثماري بينه وبين زمايله كالحاجات البسيطه يعملها. فهي الفكره كمان فكره ان انا بعلمه دلوقتي اللي يبقى عنده مشروع ايا كان المشروع ده ايه بقى، مشروع كممثل، مشروع كمخرج، مشروع كفنان تشكيلي، مشروع كعنده مشروع يقدر يشتغل عليه. فالفكره ان ببني جواه المفهوم ده اصلا. يعني عندنا ورش خاصه بالمكتبه والكتب، وازاي اقرا كتاب وازاي اطلع منه معلومه وازاي يشوف الرحله نفسها. احنا بدانا امبارح كان في الكنيسه، في كنيسه العذراء ومسجد ابو الحجاج، بنوريهم معالم المدينه، بنحكي لهم يعني ايه المكان ده اصله ايه، طب المسجد ابو الحجاج بيتعمل ازاي، طب الكنيسه دي مين اللي كان فيها، ازاي يعني الكنيسه فيها البابا شمول السادس، طب هو مكانه هناك ده مزار ولا ايه بالظبط، طب ايه حكايته، ابو الحجاج مين ابو الحجاج، وازاي جه هنا وازاي اتعمل له المسجد، وازاي بقى من الناس اللي هم لهم قيمه وقامه ومكانه في قلوب الناس اللي موجودين في الاقصر. طيب احنا دلوقتي في اثناء السنه الدراسيه، الأطفال المتجمعين دول اتفقتوا مع المدارس ولا عملتوا إيه علشان الأطفال دي تكون بره الوقت الدراسي؟ وإحنا في الأول خالص بيبقى في معايير لاختيار الأطفال دول،
بنبعت للفروع الثقافيه عندنا في الهيئه العامه لاصول الثقافه، عندنا فروع ثقافيه في كل محافظه، بنبعت للفرع الثقافي انا عايزه منك من الاقليم الثقافي ده، الاقليم بيبقى فيه 4 أو 5 محافظات، من المناطق الحدوديه اللي عندك عايزه الاطفال بالمعايير 1 2 3 4. هو بقى بيبدا يرتب ورقه مع المدارس ومع اولياء الامور ومع الاطفال، وانا عايزه اقول لك ان بيبقى فيه اقبال كبير جدا من الاطفال طب. على الفعاليات دي، واللي بيجي مره بيبقى عايز يجي تاني وتالت، واحنا اوقات كتير بنروح لهم. وهو اللي بيجي مره ينفع يجي تاني وتالت؟ في حاله واحده بس، إن لو عنده موهبه قويه واحنا عايزين نكمل معاه دوره تانية ودوره ثالثه عشان نوصله لمرحله معينه. وغير كده احنا بنروح لهم، يعني احنا كمان مش بمجرد الاسبوع الثقافي او الملتقى لاهل مصر الثقافي ده وخلاص، لا احنا كمان بنروح لهم باسابيع ثقافيه متخصصه عندهم في مكانهم، وبنروح لهم القوافل الثقافيه وبندشن لهم مراكز المواهب ورعايه الاطفال هناك في الاماكن بتاعتهم. فبالتالي احنا مش بنسيبهم، احنا بقى عندنا قوائم بيهم بالمتميزين، والاطفال كلهم بيبقى عند كل واحد متميز في ايه. الاجانب عندنا ورش للدعم النفسي، الورش دي فكرتها ان انا بشوف ايه القضايا او التحديات اللي عندهم في الاماكن بتاعتهم، وبنبدا نحل معاهم خطوه خطوه مع يعني لما بيكون معايا اول يوم غير ما بيبقى خارج من عندي اخر يوم بتبقى حاله ثانيه. اكيد خالص. اكيد الاستفاده صحيح. هتكون كبيره. كل شكر ليكي دكتوره حنان موسى رئيس اللجنه التنفيذيه لملتقى اهل مصر، شكرا جزيلا ليكي.